قصف البرج، تم قصف البرج بالكامل، تم قصف البرج بالكامل. إذن نسف جزء من البرج بهذا القصف، لا يزال يعني قصف آخر. نعم، إذن البرج الآن نسف بالكامل، نسف بأكثر من صاروخ. الآن يتم نسف برج الشروق بأكثر من صاروخ، ولا يزال البرج كما هو. إذن تشاهدون الآن عملية قصف برج الشروق في مدينة غزة بأكثر من صاروخ، لازال البرج يعني صامدا حتى هذه اللحظة. إذن أكثر من صاروخ من طائرات F-16 أطلقت على هذا البرج، ولا زال البرج واقفا حتى هذه اللحظة. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه المشاهد الحية التي نرصدها لكم عبر الجزيرة مباشر، الاحتلال يقصف برج الشروق في مدينة غزة، ولا زال عمليات القصف مستمرة لهذا البرج. إذن أكثر من صاروخ أطلقت على